رأت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار أن خطة النظام السوري التي تتمثل بتفجير المنطقة إذا ما استمرت الثورة ضده تتوضح يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن هذا النظام يحاول زرع الفتنة في لبنان. إن الاعتداء الذي تعرض له المشايخ ما هو إلا اعتداء على أبن الدولة وهيبتها وسلامة مواطنيها، تقتضي إحالته أمام المجلس العدلي لأهميته. تطالب الدولة بأن تقوم بواجباتها من أجل وضع حد نهائي لهذه الممارسات المشبوهة والشاذة. تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد النظام السوري لانتهاكه المستمر لسيادة لبنان. تثمن الأمانة العامة موقف الرئيس ميشيل سليمان ومبادرته إلى توجيه وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم دبلوماسيا لجهة استدعاء السفير السوري ووضع نظامه أمام مواجهة ارتكاباته.